متابعي قناة حلب اليوم، أهلا بكم. نجحت فرق الدفاع المدني في إخماد عدة حرائق اندلعت في محاصيل زراعية تعود للمدنيين في المدينة والريف. وفي ضوء هذه الحوادث يحذر قائد فريق الدفاع المدني للمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم رمي السجائر، خاصة خلال فترة الموسم الحصاد، إذ يشير التحذير إلى أن غالبية الحرائق تنشأ بسبب هذه العادة الخطيرة. تتوالى الأنباء المؤسفة عن وقوع حوادث مرورية مميتة على طريق الباب الراعي، حيث تشير التقارير إلى أن السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية من قبل بعض السائقين تسبب في فقدان أرواح العديد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. يذكر أن الطريق شهد في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد الحوادث، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لتعزيز إجراءات السلامة ورفع مستوى الوعي بأهمية تخفيف السرعة وتوخي الحذر أثناء القيادة. تنوه الأرصاد الجوية بانخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، وذلك نتيجة وصول جبهة هوائية معتدلة رطبة ومتوقع استمرارها لمدة 3 أيام. مناطقنا ستشهد اضطرابا جويا علويا من متوسط إلى عالي القوة خلال اليومين المذكورين، مما يدفع الفلاحين إلى التسريع في عملية الحصاد لتفادي الأضرار. توقعات تشير إلى هطول الأمطار الصيفية غزيرة يومي الجمعة والسبت، خاصة خلال فترات الظهر والعصر والمساء. يعيش نحو 150 عائلة في التجمع السكني الموجود شرق الراعي مباشرة يعانون من نقص مستمر في إمداد المياه الصالحة للشرب. يطالب سكان هذا التجمع الجهات المعنية بتوفير خطوط مياه صالحة للشرب، حيث يفتقرون إلى هذا النوع من المياه بشكل مستمر. أفاد أحد السكان أن الخزان الرئيسي يتم ملؤه بواسطة صهريج المياه مرات عديدة في الأسبوع، مما أدى إلى تسمم بعض الأطفال بسبب مياه الخزان الرئيسي. يناشد الأهالي المنظمة المعنية برعاية هذا التجمع بالبحث عن حلول المشكلة المياه وتحسين حال الطريق المؤدي إلى التجمع السكني وإلى طريق العام. أفادت إدارة معبر الراعي الحدودي من الجانب السوري أنه لم يصدر أي قرار رسمي بتوفير إجازات عيد الأضحى المبارك للمواطنين من خلال معبر الراعي الحدودي. وكانت هذه إحاطة اليوم. دمتم بخير.